عمرو وردة هو البديل لعبد الله. ايوه اقرب واحد. عمرو وردة ايه اللي بيميزه عن بقية الناس اللي ممكن يكون ممكن تلعب دور البديل لعبد الله؟ يعني عندنا في مصر اكتر من حد تألق في المركز ده، صالح جمعة في الاهلي، يمكن اوباما في الزمالك، اكتر من حد ممكن يكون حتى لو هيلعب دور البديل ممكن يلعب دور البديل في المنتخب، لكن ايه اللي يميز عمرو وردة عن اي حد انه يكون موجود في المنتخب؟ وردة من الناس اتطورت في مستواها السنتين الاخرانيين. ميزة وردة ان متحرك جدا، مش ما بيقفش. يعني يمكن انت ذكرت بعض اللعيبة الاخرى ممكن يكونوا رتمهم اقل، وردة تملي متحرك، تملي متحرك، ولكن مشكلة وردة مفيش وضوح في المكان اللي بيلعب فيه، في مفيش وضوح. يعني هو بيتاخد على اساس ان هو طرف ملعب، ولكن هو اقرب انه بيلعب لجوه. حتى لما بيلعب على الطرف كتير جدا بيبقى عايز يخش للعمق. يعني تقدر تقول لما يتلعب 4 3 2 1 مثلا يبقى هو من الاثنين اللي تحت الفرويد، لكن انه يلعب على الجناح قوي على الطرف دي عامله له مشكله شويه. يعني حتى في الماتش الاخير لما نزل على الطرف تملي هو في العمق، تملي هو في العمق حتى في الماتشات الوديه. لكن الميزه اللي عنده ان هو متحرك قوي، مجهوده يعني متحرك قوي قوي قوي، يعني متحرك جدا. و عارف في واحد بيعمل كده زي حركة. شعلة في الملعب كده، هي دي متهيألي اكتر ميزة عنده. لانه في ناس تانية ممكن تكون عندها جزئية التمرير الامامي افضل، او التمريرات البينية، او حتى التسديد، ولكن المستوى في المباريات 10 دقايق وماتشات لا، وربع ساعة وخمس دقايق لا. فطبعا دي صعبة في الاختيارات لما تيجي تختار كلاعيبة دولية، بتبقى انت مش عايز الحالة دي. طب ممكن يكون سؤال مباشر على ممكن برضو على فكرة وليد ممكن في ممكن بعض المباريات يلعب مكان عبد الله، لانه حتى في النادي الاهلي كنا احيانا بنلعبه في المكان ده.